علينا شالوا. وش هدوا منهم دول؟ وش قاعد تقول انت؟ انا ما ادري منهم، لكن هدوا كل شيء، المحلات حقنا على البنشر كلها استنوها. انا لقيت هذا اثر المعدات عندها. تقصد هدوا مشروعنا؟ هدوا المشروع، والله ما بقى لا بلوكه على بلوكه، ارض كلاخ تحت واضح. من هم هذول؟ من هم عيال الكلب هذول؟ انا اكثر راني سلوا الود والقفا حقهم الدنيا. حول ولا قوة الا بالله. بركب بركب. وش دراك انت؟ وش دراك؟ انا لقيت هكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. متى دريت؟ متى دريت؟ اليوم اليوم قدهم خربوا الدنيا. من هم هذول؟ بفهم أنا. ما يكتراني يا أخي. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. احنا جايين يا طويل العمر، جايين نشتكي لنا ناس انهدوا مشروعي، وبيك تجيبهم لي من تحت الارض. لا نجيبهم لك من فوق الارض ان شاء الله، بس تعرف من اللي هد مشروعي؟ انا لو اعرف من اللي هد مشروعي ما جيتك. أنا رحت له مباشرة وجبت على منكس قرونه عندك. طيب وش مشروعك هذا؟ أنا مشروعي محطة بنزين، وفيها دكان وفيها ورشة وفيها بنشري. مشروع كبير مو بسهل. طيب وين مكان مشروعك هذا؟ على طريق الحجاز. تقصد اللي وراء المحطة الصفراء؟ أحسنت، وصلت خير. حنا بأمر من الإمارة، حنا والبلدية اللي شلنا مشروع. شلون؟ لينا. وليش أديت مشروعي؟ لأنك تعديت على أملاك الغير. أنا تعديت على أملاك الغير؟ هذه أرضي، والمشروع مشروع عندك. الرجال هذا تسأل عندك صك؟ والله يا عمي عنده صك، والأرض أرضه، والمشروع كله حق عمي. والصك إذا بغيت أروح أجيبها الحين. لا لا تجيبه لي، رح بصكك هذا للبلدية قسم التعديات، هم رح يحولوا لك للإمارة، والإمارة راح تحولك للمحكمة. هذا إذا كان عندك صك صحيح.